فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم وضع إعلان للوفاة في الصحف وإخبار الناس عن الصلاة ووقت العزاء ومكانه؟ وقت العزاء ومكانه لا، أما إخبار الناس بوفاة فلان لأجل الدعاء له والصلاة عليه لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لما مات في اليوم الذي مات فيه، يعني أخبر الناس بهذا. نعم.